قمة الجولة الخامسة لرابطة الاحتراف الأولى جاءت بين المولودية والاتحاد في ديربي عاصمي حامل الرقم 93 في تاريخ المواجهات بين الفريقين. العميد الذي دخل بنية الثأر من الاتحاد الذي انتزع منه كأس الجزائر للموسم الماضي وجد أمامه منافس قوي، حيث لم يتأخر الحكم في الإعلان عن ضربة جزاء بعد عرقلة قاسمي من قبل لاعب المولودية بالعيد في الدقيقة 8. نفذها بنجاح نفس اللاعب معلنا تفوق الاتحاد. دقيقة 14 كادت المباراة أن تأخذ منحا آخر بعد سقوط ياشير في منطقة عمليات الاتحاد وعدم احتساب الحكم لضربة جزاء. محاولات المولودية لتعديل النتيجة لم تثمر سواء عن طريق يحيى الشريف أو كهذه الرأسية للحاج بوغاش. الدقائق الأخيرة للشوط الأول كاد الاتحاد أن يضاعف النتيجة عن طريق قاسمي دائما حيث لم يحتسب الحكم هدفه. الشوط الثاني دخله الفريقين بحذر إلى غاية الدقيقة 60 أين ضيع الحاج بوغاش فرصة تعديل النتيجة بعد أن خرج وجه لوجه أمام الحارس زيماموش. نلعب الدقيقة 87 الحاج بوغاش يعرقل في منطقة عمليات الاتحاد، الحكم يأمر بمواصلة اللعب وسط احتجاج بعض اللاعبين. بقية المقابلة لم تعرف أي فرص حقيقية من الجانبين ليعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز الاتحاد بهدف لصفر أمام مولودية الجزائر.